صباح الخير يا احمد. صباح الخير، اهلا بيك. اهلا بك يا فندم. اتفضل دلوقتي يا فندم، انا عندي مشكله في ابني. ابني يعني كبير، عنده كم صغير، سنه؟ عنده بالظبط في اولى معهد. تمام، يعني 17 سنه مثلا، 18 سنه. تمام، 18 19. دلوقتي يا فندم كل همه الكوره، وياخد الفلوس وخلاص، ما لا يشتغل ولا اي حاجه خالص، كل همه كوره. فقد غير نكلمه نفايسه نعمل معاه اي حاجه، مش راضي يسمعنا نهائيا، مش راضي يسمعنا ولا اي حاجه، يعمل عكس اللي احنا بنقوله، عكس اللي احنا بننصحه بيه. طبعا انا في شغلي ما اعرفش اي حاجه، الاقي امه تقول لي ده النهارده ابنك عمل ده، ابنك سوى، اتكلم معاه اضربه، ازهق منه، اتخنق، بقى يسيب البيت ويخرج لحد الساعه 2 و3 بالليل، ويجي وانا من شغلي تعبان. طبعا مش قادر اتكلم معاه، بقيت تعبان من شغلي طبعا، طبعا غصب عني. فطبعا يقول لي اصل ابنك النهارده خد فلوس من اخته من وراها، ده ابنك النهارده خد فلوس من ابنك من وراه. فكل شويه بيعمل حاجات غريبه قوي يا فندم، يعني فمش عارف اتصرف معاه ازاي. بنصحه كتير واتكلم معاه كتير، واتكلم معاه كتير برضه يعمل عكس الكلام اللي انا بقوله له او امه بتقوله له. طب انا اعمل ايه انا في شغلي؟ طب انت ربيه، انت انا زهقت منه، انا خلاص انا عملت، اعمل ايه تاني؟ انا اكلم ازاي؟ كل ما اتكلم مع ابنك ما يسمعليش، ابنك عايز يضرب، اضربه لي بقى، اضربه لي وريحه، هات حزام واضربه. لا لا، انا عشان اجيب حزام اضرب ابني؟ لا طبعا، ابني لا اطول طبعا. مني، لا اكبر طبعا. مني، اطول مني في الطول. لا طبعا، لا طبعا. فمش عارف اعمل معاه يا فندم، يعني لا، يا ريت تنصحيني سيادتك نصيحة كده حلوة اقدر اتصرف بيها واتعامل معاها بيها يعني. لا تمام، حضرتك سمعنا من التلفزيون، دكتور ان شاء الله تنصحك، كان الله في عونك ان شاء الله. شكرا ليك. ايه يا دكتور، هم تقريبا عارفين عارفين انت حضرتك اللي عارفه ان ايه بيحصل في المستقبل تقريبا، يعني من تقريبا من الحالات اللي بتعدي عليكي. يعني حضرتك قلتي كل الكلام ده فعلا، سبحان الله. طيب مبدئيا كده ممنوع الضرب. طبعا ده راجل هيضرب راجل، ولا حتى لو طفل ممنوع الضرب. هو دلوقتي بيقول لي بيخرج ويسيب البيت ويرجع الساعه 2، مره مش هيرجع. يا نهار ابيض. مره ما هو مره ما هو خدي بالك، بصي، مره اتسالت هو يعني ايه في الارهاب والمنظمات الارهابيه والقصص دي، يعني ايه غسيل دماغ؟ يعني ايه غسيل فكري؟ لما انا قعدت ذاكرت شويه عشان ارد على هذا السؤال، مفيش علميا حاجه اسمها غسيل فكري. في هو في مخ، في غسيل مخ، لا مفيش حاجه اسمها كده. يعني تغيير افكار، يعني ازاي مقصود بيها كده؟ هو سامبلي ببساطه شديده، انت بتاخدي واحد منتقد ومعاقب طول عمره، تاخديه في حضنك، تفهميه بقيمته، يعني تحسسيه ان عنده قيمه، فبقى خاتم في صباعك. هو ده غسيل المخ. ايوه، فخد بالك ان انا بستقطبه ليا. خد بالك حضرتك، انت دلوقتي هو تعبك، في ناس كتير جدا تتمناه. يا نهار ابيض. في ناس كتير تتمناه، فما تضربش ابنك ابدا، ولا صغير ولا كبير. ادي واحد. اتنين، الصبر. الصبر هو فيه الخير وهيتعدل، بس باجراءات معينه. انا انصح في المرحله دي بالسن ده متخصص. هل هيرضى يروح؟ عشان برضو خليه واقعية. شطاره الاب وشطاره الام باقناعه اول مره، وبعدين تيجي شطاره السيكولوجي، الطبيب نفسه بقى. هو اللي يتصرف بالظبط. لا مش طبيب، يعني معدل تعديل سلوك، استشاري علاج نفسي. استشاري علاج نفسي. تمام. ليه؟ علشان هو يحلل سلوكه، ايه المشكله، فين المشكله جايه منين، بدايتها منين. يفضل يرجع يرجع يرجع، فاهمه، لحد ما يلاقي فين اصل الحكايه، اصل المشكله، السويتش حصل امتى، حصل فين، حصل بسبب ايه، ويبدا يوجه الاسره ويوجه الولد. فشطاره الام والاب باقناعه باول سيشن، اول جلسه. يقنعوه ازاي بقى انهم يعني خلينا نشوف. وبعدين الكوره، اوعى تقول له ذاكر وسيب الكوره الا لما يبدا العلاج. هو هي هو هي المتنفس بتاعه دلوقتي. هي رياضه برضو في الاخر، ده كويس، مش تليفون. صحيح، رياضه وحاجه اجتماعيه وعلاقات اجتماعيه، وهتلهيه عن عن سجاير، وهتلهيه عن مخدرات. صحيح، عمره ما هيبقى بيلعب كوره وهيشرب الحاجات دي ابدا. فاحنا مطمنين في حته معينه، ففي بارقه امل، يعني في بارقه امل. اضرب له بقى امثله بناس طلعت في الكوره وما تعالى معاه وهاته، ناس بقى طلعت في الكوره وما كملتش بسبب سلوكها، وناس كان مستواها الكروي عادي او كده، واخلاقها هي اللي ظهرتها جدا، وانتمائها لاسرتها. تعالى معاه بالراحه من اهتمامه،
انطلاقا من اهتمامه. أيوة. مش من اللي انت شايفه صح، من اللي هو شايفه صح. زي ما قلنا كده، اللي مش قادرين نخليه يسيب الموبايل هنعمل ايه؟ هنقول له خلاص اعمل محتوى. ده حل. يعني انا باجي معاك وبعدين اجيبك. فاهمه؟ أيوة. فهو أيوة. الصح دلوقتي ما عندوش حاجه غير انه يعمل ايه، يجي معاه. هو دلوقتي الكوره اهتمامه، اشجعه على الكوره او الرياضه مبدئيا ويجيبه.